M.Sentiment Perfumes براند إماراتي تم تأسيسه في 2017. افتتاح الفرع الأول كان في دبي فستيفال سيتي. بدينا بسبع عطور بالبراند، وعقب فترة بدينا نتوسع بإدخال منتجات مختلفة مثل الهوم فريجرنسز، فبدينا بالديفيوزرز، وعقبها بفترة بدينا نتوسع بافتتاح أفرع ثانية، وحاليا عندنا فرع في دبي مول، الخوانيج ووك، جاليريا مول البرشا، وفي الفي اي بي تيرمينال في جبل علي. ام سنتمنت برفيومز براند اماراتي بزيوت ايطاليه، كل الكرييشنز الخاصه فينا نسويها في ايطاليا، لكن كنت حريصه جدا ان البراند يكون ميد ان يو اي اي، فتعبئه العطور كامله في الامارات، نعبي العطور في الامارات وتباع عطورنا فقط في افرعنا.